السلاسل عزنا أسوار تستر. طوبى لكم يا أهل الشرقية عامة، وطوبى لكم يا أهل الزنة خاصة، طوبى لكم ببذلكم وتضحياتكم. فوالله ما ذكرت منطقتكم، ما ذكرت الزنة إلا ذكر معها جهادها، إلا ذكر معها تضحياتها وبذلها وعطاؤها. هنيئا لكم يا أهل الزنة، فما ذكرت منطقتكم إلا ذكر إثخان مجاهديكم في العدو، إلا ذكر أبو أنس سهمود وعبد الحميد المغربي والشهداء من عائلة القرة وعائلة أبو جامع وكثير من الشهداء الذين لا أعرفهم وكفاهم أن الله يعلمهم. فلقد ولدت لنا الزنة رجالا أبطالا، ولدت لنا الزنة صناديد أطهار. نعم، فاثبتوا أيها المؤمنون، اثبتوا يا أهل الزنة على ما أنتم فيه من الخير، وأحسنوا تربية أبنائكم، وخرجوا لنا الأبطال، وخرجوا لنا المجاهدين، خرجوا لنا أولي البأس الشديد. فما زال الدين بحاجة إلى الرجال، ما زال الأسرى يستصرخون، ما زال المسجد الأقصى يدنسه هؤلاء اليهود. نعم، نريد منكم أن تخرجوا لنا جيلا يتبر ما على اليهود تتبيرا.